كشفت مصادر موثوقة أن قضاة محكمة التحكيم الرياضية الدولية تؤجل الحكم النهائي في قضية بيباراتشيلي والمرشح ضد سامويل إيتو فيما يتعلق برئاسة انتخابات غير شرعية في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث أنه الهيئة الكروية في البلاد من يوم 30 مايو والخبراء في المجال يؤكدون أن سامويل إيتو في خطر، ويؤكدون أن سامويل إيتو والقرارات القادمة ستتجه إلى حرمانه من الرئاسة الشرعية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم وإلغاء نتائج الانتخابات التي كانت منذ شهرين تقريبا وإعادة الانتخابات. ومن الممكن أن يوقف الاتحاد الكاميروني عن العمل بسبب تدخلات سياسية ورئاسية، وإن حدث هذا الأمر فمن الممكن أن يتم حرمان المنتخب الكاميروني من كأس العالم وإيقاف هذا المنتخب لأربعة أو خمسة سنوات كما حدث للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 2016، وتم إيقاف المنتخب الكويتي عن العمل لمدة 4 سنوات، وهذا ما يسمى بالتهديد الخطر في الوقت الراهن للاتحاد الكاميروني. نتمنى أن تشاركونا رأيكم في التعليقات والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.